أشرع رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون اليوم في زيارة إلى مقر وزارة الدفاع الوطني. وكان في استقبال الرئيس تبون رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة اللواء سعيد شنقريحة مرفوقا بالأمين العام لوزارة الدفاع الوطني. واستمع رئيس الجمهورية في بداية الزيارة إلى النشيد الوطني لتقدم له على إثرها تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي التشريفات العسكرية. وحيا الرئيس تبون بعد ذلك مستقبليه من قادة القوات والحرس الجمهوري والدرك الوطني وقائد الناحية العسكرية الأولى والمراقب العام للجيش ورؤساء الدوائر بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي. ليشرف بعد ذلك رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد تبون على مراسم تسمية مقر أركان الجيش الوطني الشعبي باسم المرحوم المجاهد الفريق أحمد قايد صالح. وتأتي هذه التسمية اعترافا بالجهود المعتبرة للراحل قايد صالح خلال الثورة التحريرية المباركة في صفوف جيش التحرير الوطني ومساهمته بعد الاستقلال في بناء الجيش الوطني الشعبي. السيد الرئيس، لقد سعيت منذ حظيت بثقتكم وتعييني على رأس أركان الجيش الوطني الشعبي على التجسيد الميداني لخريطة الطريق وإعادة ونظرة جديدة ترتكز على محاور أساسية من أهمها: أولاً، مواصلة تحضير وحدات قوى المعركة لجميع الوحدات للجيش الوطني الشعبي وتطويرها من أجل بلوغ مستوى الامتياز والاحترافية في كل المجالات، ومواصلة العمل دون هوادة على بناء جيش قوي وعصري قادر على أداء مهامه الدستورية
في كل الظروف والأحوال. ثانياً، مواصلة جهود مكافحة الإرهاب وتشديد الخناق على كافة أشكال التهريب والجريمة المنظمة، لا سيما العابرة للحدود، من خلال الحفاظ على اليقظة في أعلى درجاتها والتكييف المستمر لتشكيلات العملياتية المنتشرة على طول الحدود، لا سيما الغربية والجنوبية الغربية والجنوبية والجنوبية الشرقية. وإذ نأمل أن تنحصر جائحة كورونا في الأيام والأسابيع القليلة القادمة لكي يعود شعبنا إلى حياته الطبيعية ويستمر الخيارون على هذه الأرض المخضبة بدماء الشهداء في جهودهم المثابرة والمخلصة والمتفانية. فتيقنوا سيد الرئيس أننا على العهد باقون، ولن ندخر أي جهد، بل سنبذل قصارى جهودنا كي يظل الجيش الوطني الشعبي دوما موحدا ومتماسكا كالبنيان المرصوص، جيش ملتزم كل التزام بالمحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة البلاد وسلاماتها الترابية، جيش سيكون منهجه الدائم العمل في الصمت، العمل في الصمت وحكمة وتبصر، وسيظل حريصا كل الحرص على غرس القيم النبيلة في نفوس أفراده، وهو جاهز على الدوام تحت قيادتكم لرفع كافة التحديات والتصدي لكل ما تسول له نفسه المساس بحرمة ترابنا الوطني وأمن بلادنا واستقرارها. فالجيش الوطني الشعبي السليل، جيش التحرير الوطني، سيبقى الحصن الحصين والدرع المنيع الذي تتحطم عليه كل المحاولات المعادية حفاظاً على وديعة الشهداء الأبرار. حضرة اللواء رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي سيد فريق بن علي، حضرة الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، سادة قادة القوات، سيد قائد الناحية العسكرية الأولى، رؤساء الدوائر، المديرين المركزيين وكل قادة النواحي ومختلف المسؤولين في كل النواحي العسكرية الذين يتابعوننا عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، يسعدني وأي سعادة أن أكون بينكم للمرة الثانية في أقل من بضعة أشهر منذ انتخابي رئيساً للجمهورية، وأرجو أن يكون هذا سنة حميدة بين القائد الأعلى للقوات المسلحة وإطارات الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني. لقد تابعت بفخر وإكبار المناورات العسكرية لمختلف الوحدات، ولمست عن قرب من خلال المؤشرات العملاتية الرئيسية نتائج الخطة المرسومة لتحديث وعصرنة قدرات قواتنا المسلحة ورفع درجة احترافيتها في عالم وفي المنطقة، وتمسكها بتعزيز السلام والأمن في العالم. وإني ما زلت مقتنعا بأن ترقية الصناعات الحربية كخيار استراتيجي لا تقل أهمية عن بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع في حماية سيادة الأمة وثوابتها وقيمها وتعزيز تلاحم أبنائها.
لقد أثبتتم أيها البواسل أن مكانكم دائما هو إلى جانب الشعب، أثبتتم ذلك خاصة بالأمس القريب بوقوفكم مع الحراك المبارك لبناء جمهورية جديدة. نحن بصدد وضع أسسها تحت راية بيان أول نوفمبر، وتثبتونه اليوم بعيونكم الصاهرة على حدود البلاد وأمنها، وبالاستعداد لوضع كل الوسائل والإمكانيات لتلبية احتياجات قطاع الصحة العمومية عند الضرورة في معركة التصدي لمنع تفشي جائحة كورونا. فلا عجب أن يزعج هذا الموقف الوطني الثابت لسليل جيش التحرير الوطني أعداء الجزائر من الحاقدين والحاسدين والمتسترين بلوبيات ما زالت أسيرة ماضي ولا إلى غير رجع، وهي معروفة في مهدها ومعروفة بامتداداتها، معروفة بأدواتها، ونحن لها بالمرصاد. بل لا عجب أن يسترسلوا في حملاتهم الهستيرية للنيل من معنوياتكم، لأنهم لم يتعلموا من تجارب التاريخ، وإلا لأدركوا أن هذه الحملات اليائسة ضد الجيش الوطني الشعبي سليل جيش تحرير الوطني، ومهما تنوعت فنون وشرور أصحابها في التضليل فلن تزيد شعبنا إلا التفافا حول جيشه، ولن تزيد جيشه إلا انصهارا في شعبه. ذلك هو المغزى العميق لعبارة جيش شعب خاوة خاوة التي رددتها حناجر الملايين في ربوع الوطن، وعلى امتداد أسابيع، وعلى مرأى ومسمع من العالم كله، وأفضت إلى إنقاذ البلاد من المصير المجهول الذي كان مسطرا لها، والقفز بها إلى عهد الأمل واستعادة الثقة بالنفس. وقبل الختام أتوجه بصفة خاصة بالتحية والتقدير إلى الأشاوس المرابطون على الحدود في مواجهة التنظيمات الإرهابية وفي الهضاب والجبال للتصدي لكل من تسول له نفسه العبث بالاستقرار، استقرار الوطن. وكلهم يحملون أرواحهم على أكفهم من أجل أن يكونوا فعلا بأخلاقهم العسكرية المثالية وعزيمتهم الفولاذية خير خلف لخير سلف. عاشت الجزائر حرة سيدة أبية. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.